بس مع النظافة اللي موجودة هنا، لأنه قاعد نصور تايم الناس بديت شيء، فقلت أصوركم هذا. بما أنه اليوم 1/5 يعني عيد العمال بالعالم كله، فقلنا نجي إلى حديقة الحيوانات اللي موجودة بمدينة توبوري اللي أغلب العالم تتجمع بيها، عطلة رسمية، فقلنا هنا نجي هنا نأخذ لنا جولة. شنو كلها صعود وصاعدين نازلين، فتعبنا. هنشوف بيتي ورايحة بالعادة هنا يحطون خيل صغار مدني القزمة حتى الأطفال يلعبون. خاف مكتوب شيء؟ لا نصعد منك. هاي واحدة من الصعدات طبعا، صعود بصعود بصعود. الحديقة مجانية طبعا دخول، فالعالم كله تتجمع هنا. والله حتى ما أقدر أحكي من وراء الحر ومن وراء الصعدات الموجودة. صرنا ربع ساعة بس نصعد صعود 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 حتى نوصل. تريد تشوف الغزلان والبط وبعشين أكو هناك؟ يمكن أرنب. يمكن أرنب تقول. وخروف. وخروف. وبقر. بقرها ماكو؟ لا ماكو. إيه أكو بقر. خل نروح نصعد. هذا الحيوان بالثلج. صدق؟ بطريق بطريق. نقول هذا الحيوان بالثلج تكرمون. وصلنا ايام البط، خلنا نصور لكم البط. واحنا شايف البط اصبعه ما مبين، يمكن البط تقول لي تتحداني اركض؟ قل انا ما ابي حيل امشي. تريد تتحداني بركض؟ ها حيدر ايش؟ خل نروح هنا، اكو غزلان واكو تكرمون خرفان وخرفان وسوالف. لأن الغزلان هنا غزال. ايه غزال غزال. ليش ما تحكين؟ ليش ما تحكين؟ صدق؟ ايه ليش ما ناخذ وحده للبيت ونطبخها؟ شفتوا براءة الأطفال؟ تقول ليش ما ناخذ واحدة من ذني الخرفان ونطبخها؟ خلينا نكمل لي فوق بلكي نلقى الايل. ما ادري صار من ذيك الصفحة الايل. بس ما نصعد وننزل وننزل ونصعد. شغلة تعبانة، خلينا نكمل. بس ننزلكم ننزل جوا. اكو حديقة مال اطفال والعاب زين. يجيبون اطفالهم خصوصا اهل المنطقة اللي ساكنين قريبين حتى يلعبون بيها. زين هنا ايل ما ادري شنو اكو. طبعا المنطقه كلها تبيها كاميرات، تخاف واحد يخمط له خروف هالشي. هذا المي بحيره صناعيه بس قاتلها الوسخ. زين ها حيدر شايف تروح اشرح ينزلنا ويوصلنا. صراحة تعبنا يعني، انا تعبت لياقة صفر. تعي تعي لا تروحين وحدك. حاطين ذنها الخيل القزمة. طببني ما طببوش. يلا نكمل. طببني بالاول قلت عليها هيك. طبعا ممنوع واحد يوكل هالشيء حتى لا يتمرض. زين بابا من حرفه هناك اكو غزلان. بس نصعد منك من يا طريق منا لو منا. يا ويلي يلا. لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس وذني الامور كلها ولايك وشير بالفيسبوك. واللي يحب يشوف الستوريات من الطلعات موجوده على الانستغرام. كل ما نطلع الستوريات اللي يعني شغلات الصفح تطلع صورها بالستوري وننشرها على الانستغرام، فتابعونا على الانستغرام هم. وهاي تعبت.
والله أنا متعبد. راح هناك شنو اكو هناك حيدر؟ اكو فد شي هناك صندوق. حجرة يمكن نسجلنا هناك مو؟ بابا خلنا نقعد شوي. ليش؟ ناخذ باوز. قلت لها اذا نصعد منا ما تقول لي اليارد اقعد وتعبت. اول شغله قالت خلنا ناخذ استراحه. ناخذ فاصل قالت. بس ننزل من هناك. ننزل من ذيك الصفحه يم البطاريق. اوكي ليش لا؟ ايه ليش لا؟ البطاريق اني. يلا خلينا ننزل منا. واخيرا وصلنا للنزاف. تبين تشربين فد شيء؟ احكي بالعربي. عطشانه. عطشانه؟ اي تشرب شيء؟ بس راح نشرب مي. اوكي ليش لا؟ ليش لا؟ عطش؟ خطية تعبت. هذا مشينا قوي. هاي منك صعدنا وهسه رجعنا منه. ننزل منه؟ بابا انت تعرف لو اسرع منك؟ ما ادري خلينا نشوف اصلا هذا الطريق وين يروح. ها مكتوب اكو غزلان واكو اكورة ايش اسمه سنجاب. اي اكورة قصدي يابا عيني. منا منا اشيلك. قلت لها راح نطلع ابد لا تقولين تعبانه. قالت لا انا اريد اتمشى. بس تقول لي شيلني وانا اريد واحد يشيلني. وين؟ وينك؟ يلا تعال شوف هاي المكان هناك قد حلو مال قعده. اكو اماكن مال قعده وشاور قاعدين بها عالم. راسا نزمه بريك. هاي النزله هسه. هاي النزله هسه لازم ننزلها كلها. يمكن من بينا مو؟ اكو من هناك طريق واكو من هناك طريق. نروح من هناك. هاي مي واحد يقدر يشربها؟ لا هاي هناك يغسلون. ها؟ لا هناك على بالكم ما يكون. بس يغسلون به. نزلة. يا ويلي وينها؟ طبعا العالم هناك هسه قاعدين جوا. محمد صدق؟ شو يغمى علي؟ لا 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 راح يغمى عليك؟ بردي اسكي بارد. لا وانا مو اريد واحد يشيلني. شيلني انت. انا شو اشيلك؟ تعال خلينا نروح نشرب مي. بابا اعطيك شيء؟ ايه يلا يلا خلينا نروح نشرب مي. اي شيء. لا لا يلا ماي. هو هذا ماي وبارد حاط لك اياه. قبه قبه. فاجئ العالم قاعدين هنا. وين هاي العالم من الظهر قاعدين هنا. بس بقى النظافه اللي موجوده هنا لان قاعد نصور تايم ناس بديت شي فقلت اصور لكم هذا. ليش تفوتنا حرامات؟ بس تشوفون النظافة؟ بقى العالم؟ عالم هواية. طبعا هاي الحديقة عامة. عامة يعني اي واحد يجي هنا مفتوحة 24 ساعة. يلا يلا
بايسيكل وبعربانه فاضي يفتهم فاتح لك كشك هنا والوحيد طبعا تعبنا هالقد ما مشينا صراحه بس المكان حلو اللي ساكن بمدينه تيتوبوري او اللي بالسويد يقدر يجي هنا مكان حلو موتكم هذا وال شو اسمه شحن ثاني موجودات في كل مكان واحد يأجرهم بالتليفون ويفطر بالحديقة لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس وهالأمور كلها حتى من نطلع ونصور لكم مكان جديد لا تفوتكم الفيديوهات مثل ما قلت لكم الستوريات راح تكون بها شغلات موجودة بالفيديو اللي يريد يشوف يعني الشغلات اللي تصير أثناء الطلعات والسفرات والأماكن اللي نزورها تلقوها بالستوري على الانستغرام تابعونا على الانستغرام وهسه عزلنا صراحة نشوفكم في فيديو آخر ويلا في مالا قبل لا نعزل خلنا نراويكم هاي الغابة منها اللي تكون يم موقف السيارات وهسه صدق عزلنا في مالا